إذن مشاهدينا الكرام، طبعاً وصلنا وياكم إلى فقرة أصل الحكاية في الفقرة الأخيرة من صباح الشارقة لهذا اليوم. ومن المعروف بأن أغلب أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة تقع ضمن نطاق المناخ الصحراوي، وتفتقر للمقومات الأساسية للزراعة بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. فعمل سكان الإمارات على ممارسة الزراعة في بعض المواقع منذ القدم، موجودين حلولا وطرقا للتلاؤم بينهم، وأيضا طرق يعني الوصول إلى زرع هذه الزراعة في بيئة يعني ملائمة لزراعة أي زراعة اليوم. إن شاء الله ولله الحمد نشوف دولتنا الحبيبة في كل مقام في الساحات الخضراء والرقع الخضراء، وأيضا في الجبال ما شاء الله ما في مكان إلا فيها زراعة. بنتكلم أكثر حول أصل حكاية الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأستاذ أحمد علي النوى، باحث في التراث. صباح الخير استاذ احمد. صباح النور، حياك الله ويانا. حياكم الله، شرفتنا. الله يسلمك. يعني بما احنا قاعد نتكلم عن الزراعه تحت الهواء ما شاء الله كان كلام كثير عن بعض الانواع الزراعه، لكن بشكل عام قبل ان ندخل في التفاصيل، متى بدات الزراعه في دوله الامارات تقريبا، وفي شو المناطق الاولى اللي بدات فيها الزراعه؟ هي طول عمرك دوله الامارات عندما نشات دوله الامارات في سنة بالسبعينات، ولكن نحن نتكلم عن الماضي في الزراعة. نعم. هي بزوغ الإنسان على أرض دولة الإمارات. نعم. ونمى الأظافر على هذه الدولة. طبعا دولة الإمارات شعبها واسع وشعبها يحب الزراعة ويحب هذا، فتم يتنقل من مكان إلى مكان حتى البحث عن الزراعة والبحث عن المياه الجوفية سابقا. نعم. فعندما يشوف الإنسان هذا إلى أرض واسعة وصالحة، طبعا في أراضي صالحة وفي أراضي غير صالحة، فيجلس مع العائلة مالته ويتنقل مكان لمكان. فعندما يبحث عن الأرض ويشوف أن هذه الأرض صالحة، فيتم في موقعه ويوسع الزراعة في هذا الأرض. فطبعا بالسنين القادمة أو السنين الرسمية الماضية ما كان هناك حفر آبار عن الآلات الحديثة الحين. كان تجمع ناس بعضهم مع بعض ويحفر هذه الآبار تقريبا 5 أيام 6 أيام. حتى يطلع الماء من الآبار. وفي بعض المناطق من الأراضي تعتبر في عمق الماء وفيهم لا واضح الماء عندهم. ما شاء الله. بيئات دولة الإمارات تختلف، والبيئة الزراعية تعتبر من البيئات المهمة في دولتنا الحبيبة دولة الإمارات. لو نتكلم عن هذه البيئة أكثر، الحياة في الماضي لو قبل انسلط الضوء عليها شوي كانت بسيطة، مثل ما ذكرت الوالد، كانت الناس تدور الأماكن الصالحة للزراعة وتقعد فيها وتزرع. لو نتكلم شوي أكثر عن البيئة الزراعية في الماضي وكيف تطورت البيئة الزراعية لين اليوم. طول عمرك في هناك الإنسان أو دولة الإمارات إجابة ابتكار واستخدامات وسائل للزراعة. الآن طبعا التطور الزراعي جابت أحلة الآلات الجديدة علشان استخدام الإنسان في تطور زراعته في الحاضر الحين. أما بالماضي طبعا ما في وسائل هناك، طبعا الري يما في الأفلاج ويما عن طريق اليازرة أو بعدين إجت المكائن وهذا. فالآن الاستحداث اللي هي الزراعة تطورت في دولة الإمارات، استخدام الوسائل اللي هي المياه الصالحة لهذه التربة تقريبا، في صارت في تحليات مياه للزراعة حتى تنمو ويستفيد منها دولة الإمارات ويستفيد منها حتى المزارع والمقيمين في دولة الإمارات. هذه هي الوسائل الحديثة اللي طورت الحين. كذلك هناك البيوت البلاستيكية التي عملت في دولة الإمارات حفاظا على الحرارة الجوفية في دولة الإمارات، أنها تحفظ الأشياء اللي داخل البيوت. نعم. من أشهر الأشجار اللي احنا نسمع عنها يعني يمكن جيلنا شجرة الغاف. اليوم ما شاء الله الحكومة مهتمة بشجرة الغاف بطريقة يعني حتى ممنوع القطف منها أو القطع منها.
لو نتكلم عن أهمية شجرة الغاف وليش هذا الاهتمام بالذات على شجرة الغاف؟ شجرة الغاف هي تعتبر من الأشجار المطولة العمر. نعم. والشجرة الغاف هي طبعا لو جيت تحت ظلها يكون ظلها بارد. نعم سبحان الله، حتى في الصيف. حتى بالصيف. نعم. حتى بالصيف. كرمك الله، لو جيت للحيوانات تظل تحتها، لو جيت الإنسان، يعني الإنسان أنا الحين قاطع درب. نعم. وماشي وجاء شاف الغافة هذه فتظلل تحتها، وبعدين الإنسان سابقا شجرة الغاف هو يحلل تحليل حتى تكبر ويظل تحتها. بعدين الغاف ما عنده طبعا على اسمه فروع. نعم. يعني طبعا بس مثل دلاديل أو. نعم. مثل الحلق. نعم. تدلل من الغاف وهذا فمن كثير، وبعدين التمر مالها اللي هو يستفيد من الحيوانات كرمه الله. سبحان الله. يعني هذه الشيرة يستفيد منها الإنسان، يستفيد منها الإنسان ويستفيد منها الحيوان. جميل. كذلك الراحل. نعم. السنين الأولية يومية على غافة أو هذا فتظلل تحتها حتى ينام تحتها. سبحان الله. زين. نعم. وحتى الصباح ويتوكل. نعم. على الله. ذكرت أستاذ يعني أحمد أن في تحت الفاصل أو تحت الهواء تكلمت عن ثمرة الغاف، أن الدبش أو الهوش أو حتى البوش إذا بياكل بياكل من الغاف، ما بياكل من شيرة ثانية لأنها تبرد عليه. إيه. نعم. عندك لو نظرنا الحين الغويف هذا المنتشر في دولة الإمارات. نعم. زين، لو يا الإنسان أو يا الحيوان كرمك الله وظل تحتي ما يظل تحتيه. نعم. لأن هذا حار. نعم. وما يصلح للتضليل. هذا الغويف. هذا الغويف. نعم. هذا زين. لوينا لا الغاف، الغاف لا، الغاف الإنسان ظلل تحتي، وكذلك البدر ماله. نعم. أو التمر ماله. نعم. تستفيد من الحيوانات. ما شاء الله. تأكل من الحيوانات. نعم. فهذا. وبعدين الغاف يعمر. أنا عندي غافة في المنطقة عندي. نعم. وأنا كنت صغير مر تحتها وهذا بجنب البيت، الحين تقريبا عمرها 150 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله. ولين الحين؟ وللحين موجودة. ما شاء الله. أيوة، والجو بارد، يعني أنت حوليت أيام الصيف والوقت حار. نعم. وتعال تحتها. ما شاء الله. في السنين الأولية يبون الحب، نحن عندنا الحب. نعم. هذا. نعم. ويعملون الظلة ماله سكن أيام القيض، يعملون سكن بس يدر كذي ويسكن تحتها، يجيب الحب. نعم. حد يسميه الحب، حد يسميه الصلاحي، حد يسميه. نعم. يحطي بس تحت هذه الشجرة. نعم. ويخمل الماء بارد ويخلي تشوف ماء بارد. سبحان. نعم. الله. زين، كانك مطلعني من الثلاجة. ما شاء الله. هذا بالنسبة. نعم. لشجرة الغاف. لو نتكلم عن المحاصيل الثانية، لو نرد شوي للماضي، لو وليين قبل، شو المحاصيل اللي زرعوها في البداية؟ المحاصيل السابقة طبعا أو الماضي هي محاصيل بسيطة لو رجعنا لها. نعم. ورجعنا للحين محاصيل كثيرة. أول يزرعون اللي هم الأساسي عندهم اللي هو الرويد. نعم. البصل، الثوم، الفندال، الجزر، الرقي اللي هو اليح. نعم. الشمام، هاي يزرعونه. نعم. هذا في الماضي عندنا احنا، لأن في دولة الإمارات تقريبا لها 4 بيئات. نعم. اللي هي الجبال والسهول والعلاصمة والبر. نعم. والبحر. نعم. زين، فعندنا هذه البيئات كلها، وطبعا بالجبال شو اللي يزرعون؟ اللي هم يزرعون عندك التين والعسبك، وعندنا بعد اللي هو على اسمه الهمبة. نعم. هذا موجود في الجبال. نعم. يعني لينا للسواحل او السهول البريه او البحريه على اسمه السهول، فيزرعون اللي هو هذا اللي ذكرناه انا على اسمه الرويد والفد. نعم. والفندال والجزر والبصل والثوم، والحين تطورت طبعا الحين حتى الفواكه والخضروات اللي مش موسمة تحصلها بعد في السوق، يعني تحصل موسمة من لكن في اشياء، في اشياء من البذور او من النباتات. نعم. موسميه. نعم. وفيها لا يعني فيها فصل الصيف وفيها فصل الشتاء. نعم. الحين الحمد لله كثر عندنا هلا الفواكه والخضروات والنباتات. صحيح. الاخرى والمتنوعه موجوده بسبب انها على اسمه البيئه اللي حاصرت او المواد البلاستيكيه اللي يابوها. نعم. البيئه البلاستيكيه هي اللي تطورت الزراعه هذه الحين. اكيد. نعم. يعني لو نتكلم عن التطور اللي نشوفه اليوم، هل هناك مناطق معينه تكثر فيها الزراعه اليوم؟ في حاليا في موجوده في دوله الامارات عندش اللي هي الجرف. هي. هذه صحراويه. عندش بنياس، عندنا الله اسمه الحمرانيه، عندنا في المناطق الشرقيه على حسب الجوها اللطيف،
فهذا تكثر فيها المزارع اللي هي المناطق الشرقية ما تحتاج إلى البيوت البلاستيكية لأنها دائما ما سمعتون أنتم الحين أنها فيها أمطار وفيها هذا فيكون جو ملائم مناسب على الزراعة. فتطور الزراعة الحين الحمد لله يعني دولة الإمارات ما قصرت اللي هي جابت الآلات الحديثة وطبعا إجابة بعد اللي هي على اسمها المواد الغير ضارة للإنسان أو للبيئة مثل رش الحشرات المبيدات هذه اللي هو الكبروت الكبريتي هذا اللي عن يكتب بس الحشرات وهذا ما تضر الإنسان ولا تضر البيئة ولا تضر حتى الحيوانات فالحمد لله يعني دولة الإمارات ما قصرت ويابت أحدث المواد الزراعية في دولة الإمارات الحمد لله رب العالمين وهذا كله من فضل حكومتنا الرشيدة نعم والحكام كلهم ما قصروا صراحة الله يسلمك إن شاء الله طبعا أستاذ أحمد احنا شاكرين لك على وجودك ويانا لكن قبل أختم ياك يعني في تكلمت عن شجرة السدر نعم فشو سر شجرة السدر هاي شجرة السدر ما تكبر أو ما تعلى أكثر من 5 أمتار ما تطول أكثر ما تطول أكثر من 5 أمتار ليش ممنوع ولا تعرض بعد أكثر من 5 أمتار زين وجميع الفروع لها أغصانها متفرقة وشوكية هذا أكثر شيء ينبت فيها اللي هو العسل والعسل السدر طبعا أغلى سعر لو ينا العسل النحل على اسمه المزارع هذه تحصل الزجاجة والغرشة 150 لكن هذاك بتحصله 1500 تقريبا ما شاء الله هذا أصلي يعني هذا الأصلي السدر في 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 الشتاء وايد نشوف إحنا مثلا العائلات مثلا اللي يروحون البر وكذا يدورون شجرة السدر على أساس يورون الضوء فيها يعني فحرام تنقطع هاي عشان تروح الحين في دولة الإمارات إذا طلع تعميم من بعض الحكومات في الدولة زين إذا قصيت الغاف أو قصيت السدر غرامة 50,000 نعم السدر هو زين سواء حتى لو حطبته قصيته حطب ماله أيام زمان يعني الحطب ماله غالي ما شاء الله الفحم ماله غالي هذا السدر لا بالك أنه كان يجيه العسل ويبني في العسل وياخذ الرحيق ماله او التمر ماله هذا لان هذا حلو لو جيت باقي الاشجار صح انه بينبت في العسل لكن في مروره شويه نعم يعطيك الصحه والعافيه الوالد احمد وشجره السدر بعد معمره يعني تعمر تعمر فوق لمية بعد أكيد طبعا البيئة الزراعية تعتبر من أهم البيئات في دولتنا الحبيبة يعطيك الصحة والعافية ونتكلم إن شاء الله في الحلقات الجاية عن هذه جزاكم الله خير ومشكورين ومشكور على أسرة برنامج التلفزيون الصباح وأنا أتشرف بكم الله يسلمك جزاكم الله خير ومشكورين الله يسلمك إذن مشاهدينا كل الشكر والتقدير مرة أخرى للوالد أحمد علي أنه باحث في التراث على هذه المعلومات وصلنا لنهاية وختام حلقتنا على أمل نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة ومع السلامة فأمان الله